اكثر شيء معروف على الباكستانيين انهم مره اقوياء، ودايم تشوفهم يسوون اشياء ابدا مو عاديه، وزي ما تقدر تقول خارقه للطبيعه. فاليوم جمعتهم عندي هنا عشان احطهم تحت الاختبار ضد اشخاص عاديين اخترتهم ما لهم بالتمارين كثير. فحاليا كلمت فريق كامل كلهم متعافين باكستانيين عشان نحطهم تحت الاختبار ونتاكد اذا فعلا هالاشياء الباكستانيين اللي يسوونها مره صعبه ولا اي شخص عادي يقدر يسويها. هذا الكابتن، كابتن الفريق وصل. انت الكابتن؟ كابتن كابتن ايه وين فريقك؟ وين فريقك؟ ما فيش حاجة تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان. فين جبتوا الكابتن ذا؟ الكابتن ذا فين جاء؟ يعطيكم العافية. لا لا والله الشغل شغل حماس. يلا 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 ليتس جو. يلا طيب عندنا الحين اول لعبه اللي هي الكفره هذه، واحد من الفريق بينزل وبيشيلها وبيرميها لابعد مكان يقدر يوصله. هناك اختار واحد من الفريق ينزله تحس انه قوي يقدر يشيل الكفره ويرميها بعد شيء. من هنا يرمي؟ اي من هنا بعيد. هواء بغزه، هواء بالهواء. ايوه ابا هواء غزاره. شباب قاعد اخذ الخطه منه عشان نقول لكم. اوكي يلا ها معك الهواء يطيرها. يقول بيبدا هلا بسم الله. لا 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 كابتن خلينا نجهز الكاميرات. جهز الكاميرات. واحد اثنين ثلاثة يلا. ايوه افا. اول واحدة تجريب لكل شخص بعدين يرمون. ها قوم مدير. يلا 1 2 3 جو. سلام. ايه هنا. ايه تقريبا مو مرة بس يلا حلو. المهم قدامنا العاب كثير مرة رهيبة عشان نختبر مستوى القوة بين الفريقين. فأول لعبة الحين احتاج ابدا بشكل كويس، فاخترت اقوى واحد بالفريق عشان يجيب اول نقطة. خلاص الحين ما في تلعب. وش انت ايش تبي؟ ايش تبي انت؟ اسمع تعال دحوم انا مخليك السلاح السري حقي بعدين في لعبة مجهزة لك. خلاص ايه قابل الاستراتيجية. ها يلا مخلود. يلا يلا مخلود. خلاص 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 يلا مخلود اعتمد عليك ترى. ها تركت الرابعة اقوى سلاح عندي انت. يمكن تلعب كثير بعد. يلا خلدون ايه ودها بعد شيء. الله ما شاء الله. ول طب اشوف الفرق على السريع. عندنا هذه حقتهم هنا حقتنا هناك، فاتوقع واضح المسافة انه فريقنا فاز فوق اللعبة. ليتس جو. واحد الفريق السوح. الباكستانيين باكستانيين صفر. ان شاء الله جاي سوي. يلا كابتن. ايوه وين تنافس؟ والله يا اخي مشكل بس هذا شغل مال مخ. ما نحن قوي قوي ومخ ما في شغل والله. الكابتن جدول. هذا كله طول مندوي مندذا. الحين عندنا ثاني مرحلة واللي هي بتكون أسهل شيء تقريبا، سباق جري. كل فريق بينزل واحد، أسرع واحد فيكم محمد نزله اختار الحين. أيوة. سباق. أنا بنزل لأني الكابتن. إيه فريقنا بينزل فريق السواح بنزل فيه أنا لأني كابتن، فنشيل الفريق إن شاء الله. إن شاء الله اختار واحد. هذا هو لابس الشوز بعد. أيوة جاهز والله جاهز. يلا طبعا كل فريق بينزل شخصين للسباق، واول واحد يرجع لخط البدايه يفوز وياخذ نقطه لفريقه. طبعا احنا فريقنا اخترنا بكون انا العب جري ومعاي دحوم اللي هو مساعدي جالس هناك قاعد ينتظرنا. دحوم جاهز. كفو يو يو. يلا معانا الحكم محمد. بسم الله. يلا ان شاء الله بسم الله. والله من زمان ما ركضت انا. ها ها حط هذا الوجه حط هذا الوجه. روح روح دحوم دحوم. الكاميرا اخرتنا صح؟ اوكي احنا خسرنا اتوقع عشان الكاميرا. تعبت انت ولا امورك تمام؟ انا ما مداني اركض ما مداني. نقطة لفريق الباكستانيين ونقطة لنا احنا السوح. لا واحد واحد تعادل الحين تعادل. يلا باقي لنا كذا فقرات كثير فان شاء الله نشوف من المتعافي من القوي من اللي بيفوز. اوكي ليتس جو. وش المويه؟ ما ركضت يا اخي تستهبل. كلها خطوتين يا ابو كلها خطوتين في مويه. راح انقلها هنا شليت درابل. الحين طبعا مع اهم لعبه عندنا اللي هو بيكون قياس قوه التلكين. احنا ما جبنا جهاز عشان يعطيك قياس ارقام وزي كذا، احنا جبنا انسان عشان يقيس قوه الالم. فاحنا نبغى نجرب الالم من اللي ضربته اقوى عشان نعرف من اللي بيضرر شخص لو ضربه من جد. عندنا انسان بيقيس لنا الالم. طبعا عندك الدرع هنا زي ما تشوفون. لا تست بيكون في الفيديو على طول.
ينزلوا والله بلكمونك. شوف كيف جاهزين قاعد يطالعون فيك، يبغون يشوتونه. شوف كيف يضحك يطالع فيك والله يبي حرق عليك من زمان. والله ما يقدر خلاص، والله ما يقدر. المهم بعد الباكستانيين جمعوا عليه لان مو مصدقين اللعبه انهم بيطقون واحد، فكانوا يقررون وش المفروض يسوون. بليز ما في موت. لا لا هذا اخو انا معلومه قصاص بعد خلاص. ايه اخو انا هذا ما في صديق قديم. ايه صديق قديم خلاص صديق قديم ما في مشكله. إيه. ما بس انت شوف شكل ما في زياده يعني، هو ما في تكليف يعني، مش هو فيديو بس هذا كله. خلي يضرب كويس هذا هو خبر الميدان. موت ما مشكله. لا 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 هنا ما في، هنا اوكي. انت عادي موت. انا ما عشان فيديو، عشان محتوى، عشان فيديو شيل، عشان محتوى خلاص خلاص شيل فيديو خلاص خلاص شيل. هذا بيجي داخل الفيديو هذا خلاص. موت عادي، موت عادي. شهود هذا ثلاثه خلاص كلها. يلعن ام الرعب يا عيال. ايه اقسم بالله اني خايف. تدري ايش اللي ايمن وينك؟ ايمن هات يدك. ايمن تدري ايش اللي خوف؟ اني ما ادري متى بنضرب. بقول لك انا متى بنضرب، ما حتى لو عديت ما ادري وين يده، ما اقدر اقول بس ونضرب بنعدي بكره ترى بنكتم واطيح. انت قلت عادي موت عادي. انت هنا سيد قدامي انت؟ اي موجود انا هنا. اي ما بتنضرب الا بحد. سلموا عليه ترى اتوقع انه بيودع. سلموا عليه اتوقع بيودعه. دابي لا انا ما اشوف بس اني اسمع. خلي الشباب يسلموا عليه. لو جاك شيء افتح السياره انا بدور باخذ السياره. انت اللي مضيع المفتاح. وينك؟ اوكي خلاص احد بيقول شيء؟ بنظف غرفتك. لا لا راح راح وراح. ما اسلم عليك يعني. محمد نزل واحد من الفريق عشان يضرب هذا مسكين. انت الكابتن؟ اوه الكابتن نفسه بينزل. هلا هلا الكابتن نفسه محمد. هلا فريق السوح تروم ننزل. اسامه جاهز لك بالملاكمه. اسامه طبعا عنده كذا فقره ملاكمه وزي كذا، فاتوقع قد تصفق. فاليوم بيجرب، اليوم بتجرب تنضرب. يلا فريق السوح يلا. هذا بسم الله جاهز. هلا جاهز. بسم الله روح سوي وفاء. شد نفسك يا دابي. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. هلا إذا أحد فيكم بيلكم لكم بقوا ما عندك، ما يفرق معي. طبعا ما دخل أنا اللي ضاب معك حكم. هم الفريق هنا. إيه الفريق شباب اللي بيلكم. أوكي حدد لي فريقي وين الفريق. هنا واحد هنا واحد. واحد اثنين ثلاثة ليتس جو. ثلاثة؟ حنكت على طول؟ سيئة ثلاثة. جاهز؟ يلا عد. واحد اثنين ثلاثة هوب. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب. نزل والله نزل. دابي هذا تسعة. هاي تسعة؟ تسعة في الألم؟ هي لو قلت هذه عشرة صح، بس دي almost عشرة فتسعة. اوكي حلو الحين قطعة تسعة. تقع الفريق الفاز كابتن مبروك. اثنين واحد نتيجة. ابو ايمن مستحيل. ايمن ها هذا انت؟ لا لا مو انا. انت ضعت مره خلاص. نزل انت امورك تمام. اي امورك تمام كل شيء. اعطيه مويه. لا الامور طيب. امور طيب محمد مويه. خذ خذها. بسم الله تعال ودي هناك. بسم الله. يدحوم يا سك. عادي طبعا عندنا ميديك دحوم. دحوم خلاص خلاص. ايش صار؟ هل في اصابات ولا لا؟ خلاص كام اللعبة اللي عندنا الحين صعبة شوي لأنها بتكون لعبة جماعية، وأول فريق يعني يخلص التحديات بياخذ النقطة. فالمراحل بتكون أول شيء واحد يدف الكفر، بعدها يحاول يدف سيارة يوصلها نقطة معينة، وآخر شيء واللي هو أصعب شيء واحد يشرب حمضيات كامل. فالحين كل فريق يختار من اللي بيلعب. زيد أنت بتشيل الفريق تدري؟ صح إني قاطع. أنت اللي بتشيل الفريق صدقني. قاطع الغازيات وش اسوي؟ قاطع وشو؟ الغازيات. لا مو قاطع يا رجال. لا مو قاطع. عليك. يا تكفون خل الحمضيات. يا ذولي ذولي بدو يزيد اخلص يا اخي. I see you. I feel you. طبعا الكباتن. صوتي جامد. يلا كويس.
Let's get it pumping. I'm looking away. Go tell mother I'm cooking the game. Flow like water bubbling up where you want me to move. يلا الحين بنبدأ أطول لعبة اللي هي فيها أشياء كثير وفلة والأشياء هذه. فعندنا أول شيء الكفر. الشباب كلهم جاهزين هنا. فواحد اثنين ثلاثة. Let's go. يا خلاص. Let's go. Let's go. اضربه اضربه اضربه. شيء 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 سلام. لا 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 سيارة 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 لا سيارة سيارة. ايوه ما روح الجنب روح الجنب سريع. لا 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 كرت عمر كرت عمر كرت عمر ما حد يدري ما حد يدري اضرب. اوه سيارة الله جا سيارة الو وزن اقول سيارة اقول سيارة وين العشوائية يقول كريم ذولي. وصل هنا. يلا لا يزيد خلاص تروح خلاص تروح. والله والله بطل ده وصل وصل. لا لا هدي هدي شيء هدي شيء هدي شيء هدي شيء هدي شيء. خذ نفس خذ راح عليك. خذ نفس خذ نفس خذ نفس. طيب هشام هشام لا ايش لك غبي انت. والله غش يا عيال حب الحمضيات ذاك يقول محنك حمضيات وانت جرمت خفكه. لازم تحريك تحنيك شوي. اللعبة اللي بعدها الحين هو بريك بين الألعاب، لكن بيكون في تقييم للفريق اللي بيكون متحمس حتى في البريك. فالمنظمين بيتابعون الفريقين بعدين بالحنكة بيعطون الفريق النشيط نقطة. فالحين احنا في البريك. خلدوز خلدوز يا اخي سوي اكثر. مين اللي فاز فيه؟ يا خدنا كان انت قاعد تفوزنا بس السياره وش اسوي يعني فوزنا يا اخي. يا ابوي انا دمشت انا خلاص رجل واحده الحين ولكن ايش قاعد يسوي معك من النهايه والله. يلا 1 2 3 سوا سوا سوا. لا 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 والله والله عصافير بعد والله كويس. عصافير كلام لغة عصافير يسوي. يا رهيب ذا والله رهيب. ها اما سبني سبك عطى لغته لغة لغة السجون. طيب عطيته. طيب الحين نروح للعبة اللي بعدها اللي هي بتكون الحين بقولكم عليها بس في قبلها في شيء سويناه عند المنظمين. متوقع اللي فاز. يعطيكم العافية يا شباب. حنا قيمنا قيم. أول شيء يعطيك العافية. أنت منظم صح؟ يعطيك العافية. أنا صرت على شغلك ذا. أيوة. يلا تفضل. ما راح أعطيك خلاص التقييم طلع. أما. إيه خلاص. طب اسمع اسمع عشان الصغير معنا دحوم. معنا. تراي. تبي تحكيم. خلاص لا لا خلاص خلاص. لا لا خلاص خلاص معلش معلش معلش. نزاهة نزاهة. يلا يلا معلش معلش. نزل دمع نزل دمع. لا 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 مو هنا في 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 قيام قدام. اول نقطه قيمناكم فيها كان تعب بالبريك هذا. اي 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 الفريقين تعب اكثر ويهم اللي باقي في طاقه وكذا. ثاني نقطه قيمنا الفريقين عليها كان الحماس. حماس الفريقين بين المسابقات. يعني اول شيء شفنا فريق سوح المحترف حقهم جالس على الارض فكان فيه شوي خلدوش. لا لا احنا قاعدين نعتمد عليه. بعدين الحماس ارتفع لما شفناه قمت الفريق تحمس و... النقطة الثالثة والأخيرة اللي قيمنا فريقين عليها كان مكالمة الوالدة. كلمتني وقالت لي تعطي من نقطة. نقطة الفريق سوا. أخذنا النقطة فنتيجة الحين ثلاثة سوا. لا اثنين. أوكي ما ندرش. طيب ثلاثة هنا اثنين هنا. أوكي فريق السوا. Let's go let's go. يعطيك العافية. يعطيك العافية الوالدة. وين الوالدة؟ يعطيك العافية الوالدة. شكرا خالة. يعطيك العافية الوالدة. الوالدة. إن شاء الله إن شاء الله نفوز. إن شاء الله نفوز يا رب. الحين عندنا اللعبة اللي بعدها فزي ما تشوفون عندنا هنا موية. لعبة مرة سهلة. ترمي اللي خليه توقف أول واحد ياخذ النقطة. فكل فريق ينزل ثلاثة أشخاص. دحوم انزل له. انزل له بداحتك. يلا. صبر. يلا روح. بسم الله. يلا. ترى اللي يفوز يطلع الثاني. اللي يفوز يطلع الثاني دحوم. راح دحوم.
دحوم اعتمد عليك ترى. يا مجد وداهم معلم حلو حلو وزن يا خالد ضايق يا خالد كوب شوش شباب كلوس كلوس هلا 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 اوه الكابتن كابتن مع الكابتن كابتن مع الكابتن كابتن مع الكابتن من اول مره من اول مره اوه ايش قاعد يفكر ذا احسن حركه الحول طالع دحوم ترى خشيتني سيدي قول لك ايمن مرجح 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 وفلت يدك مرجح مرجح وفلت يدي مرجح يا اخي اسمع مالك بجي 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 شباب شباب بجي اخ الكابتن الكابتن سواها تقلع تقلع يزيد وش مرتين يلا ها يزيد باقي نقطة يزيد شويش يا اخي شوي هيو حلو يزيد طالع فيني يزيد طالع فيني انت تقدر لا خخ ايه عشان يلا روح يا خخ فوق كنت في تاوكا يا عيال مطولين وقت دوم دوم روح يلا يزيد يلا يزيد اسطوره ايه واحد اثنين سوا سوا طيب النقاط كامله ثلاثه تعادل ليتس جو يلا تعادل يلا يلا روح اللي بعده روح اللي بعده الحين طبعا عندنا اللعبه اللي بعدها مره صعبه اللي هي جايب باص كامل كبير فالفريق كامل بيحاول يدفه يوصل للنقطه اللي موجوده هناك عشان ياخذ النقطه ويفوز يعني ف ليتس جو ان شاء الله يفوز باكستانيين خان يفوز ان شاء الله ان شاء الله يلا دف الباص يلا مع العده ها يلا واحد اثنين ثلاثه ليتس جو عشان مسرعين ذولي اي لا لا صار بيروحون ذولي والله ودوه هم بروح دمه طيب التايمر هنا موجود منظمين 11.83 الحين اتوقع ان جاهزين كلنا شباب جاهزين سواح جاهزين سواح يلا واحد اثنين ثلاثة ليتس جو اسرع اسرع عيال اسرع سواح ها تكفى ليتس جو ليتس جو واحد يلا احنا وش سواح لعبنا مهم دحوم مهم الحين عندنا التمرين اللي يحتاج تركيز ويحتاج دقة وكل شيء واللي هو عبارة عن طابور كامل من الشباب كل واحد بينطلق عنده سمكة هناك يشيلها يصطاد بعدين يرجع يعطي اخويه الين يخلص السمكة اللي هناك فالتحدي صعب يبغى له تركيز فأتوقع الشباب جاهزين سواح جاهزين جاهزين سواح محمد جاهزين جاهزين يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة شلها سمكتي وينها سمك تعال تعال يرجع ليتس جو ليتس جو شباب ليتس جو يلا دابي يلا دابي هذا حافي ذا حافين ذولي غش دابي يلا يا شباب اوه جا ذا يا اخي من حط دباب انت هذا كفى كفى ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو روح 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 يلا يلا ايوه دعاء ليتس جو راح هذا راح فينا اقوى واحد بيشيل السمك كله الحين هذا ايش قاعد يغشش من ذاك مين تبع مين ذاك يا محمد تبع مين ذاك البوستر خلود خلود روح خلود سلام عليكم خلود يلا البعد يزيد يزيد تكفى هذا اخر واحد تكفى يزيد طاح سمكته صاير ريمونتادا مليون ده معلق دقيقه تنفس اصطناعي لا تعال قال يلا الحين روح الحين صيد وين الريمونتادا وين طيب نتيجه كذا 5-3 الفريق السواح الله ليتس جو
الحين عندنا اصعب تحدي يمكن اللي هو تحدي تحدي السحب. فالفريقين كلهم بيتنافسون انهم يتحدون يسحبون الفريق الثاني، بس المشكله ان هذا التحدي عليه 3 نقاط لان طول اللعب سوينا تبديل احنا وغشينا شويه اتوقع، فعشان نكون محايدين اخر تمرين لها اخر لعبه لها 3 نقاط. ف ليتس جو. اسمع ايه، واحد عكس كل واحد عكس الثاني. ايوه اجل انت روح لف لف، كل واحد عكس عشان نسحب شكل افضل. شوف كلهم على لاين واحد، بس احنا بنفوز بالمخ ان شاء الله بالتكتيك. ايوه لا احنا نسحب مره، نسحب مره. لا لا ما عليك ما عليك، لا عليك ما عليك، ارجع ارجع. شباب دحوم دحوم شباب، لا ويل 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 ويل، حرام والله حرام. يا اخي حبلك قريب يا اخي، الشارع نازل صح، الشارع نازل شباب، الشارع نازل. بس مره ثانيه المنظمين قالوا مو بنا، منظمين الشارع نازل صح، الشارع نازل. فاجي مره ثانيه. طبعا اكتشفنا مشكله ثانيه غير الشارع، واللي هي ان فريقنا اصلا ناقص، لان في واحد من الشباب طلع، فارسلت دحوم يجيب واحد من اللي برا موجودين عشان يكمل العدد ونقدر ان شاء الله نفوز. هذا هذا قوي، هذا قوي يقولون، هذا يقولون قوي قوي. مدير يلا وقع وقع معه، وقع معه وقع معه. يلا ها سلام سلام، هنا سوي سلام مدير، سوي سلام 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 سلام. شوف صوره ايوه كذا خلاص، وقع وقع ها عد يلا واحد هوب. لا اسحب 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 اسحب. لا 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 تعال سوى سميرة، اركبه اركبه، لف عليه لف عليه هشام. حرام والله حرام، كانت 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 تزبط كانت تزبط، كنا قريبين والله كنا قريبين. فازوا يلا فازوا فازوا كويس كويس والله. صارت المونتادا 6-5 الحين، فكذا صارت النتيجة 6 باكستانيين 5 للسواح. ايه 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 بالله نقطع الصيحة تكفى، تعادل ولا شيء منظمين تكفون. دق على اي احد، تعال شوف تعال، والله دمي دمي والله قبيس والله، ترى صغير الولد. ايه الولد الولد صغير، الولد صغير يا عيال. الكاس اخذ محمد، يلا شيل. ايه ايه مسطول، لا والله مسطول من قلب والله والله ما شاء الله، نبر طيب محمد زيادة ود زيادة وما يريد. حلو 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 الناس، ولازم لازم سبسكرايب. ايوه لازم.